نجم عالبكلي هالأسبوع من المواهب العربية الجديدة اللي بتملك صوت غير عادي، وبزمن ندرت فيه دعم المواهب الحقيقية قدر يفرض نفسه من خلال سلسلة أغاني ناجحة بلقاء رومانسي جدا اجتمعنا ما خليته يعمل شيء إلا يغني. خلينا نحتفل. لما الحياة بتكون على مفترق طرق ما علينا إلا نختار نحب أو نبعد، ولما الحب يكون على مفترق طرق ما علينا إلا نختار نختبر معنى الحب أو نستسلم. الحب كلمة كبيرة ومعنى الحب أكبر. كل شيء بالحياة له سبب، ولما أقول بحبك من دون سبب بتكون أنت الحياة وأنت السبب لحب اليوم وكل يوم. مساء الخير، كيفك أدهم؟ يعني مين قد اليوم أنا؟ بتعرف كم حدا عباله انه انا اقوم ويقعد محلي؟ شو عامل يا ادهم؟ شو؟ خير بالدنيا؟ طب الحمد لله منيح. مبسوط؟ اكيد الحمد لله. يعني حلو الواحد هيك يتعب ويشوف نتيجة لتعبه اكيد. طولت النتيجة اللي بينت شوي. يعني شوي بس صابرين عادي، مش مشكلة مطولين حتى. قعدة رومانسية مقعدني اليوم ليه؟ اليوم اليوم ليلة الحب. اليوم اليوم ليلة 14، وين رح تقضي الليلة؟ لا عن جد انت قول، يعني انت شو من ناحية شو؟ يعني ادهم نابلسي صوته احساسه نسخة عن مين؟ بيشبه مين؟ هلا الكل بقول وائل وانا بقول وائل اكيد. لما نزلت نسخة منك كتير فكروا انه وائل كفوري. اكيد. بسطك هذا الموضوع ولا يعني هذا الشيء تشبيه الصوت دايما هو شيء ايجابي ولا سلبي بالنسبة لك؟ هلا بالعكس، انا يعني انا الفنان وائل كفوري انا بحبه وانا صغير، يعني متربي وانا صغير على بسمع اغانيه وانا صغير، وكان بالنسبه لي انا تعاملت معه وتعرفت عليه شخصيا، وانه كنت اصلا بالبروجرام اللي هو كان فيه قد ايش كثير حلو بالنسبه لي. بنفس الوقت مثل ما انت حكيت كنت باكس فاكتور بفريقه كنت صح؟ فبنفس الوقت انه الناس شبهوا صوته، فانا بالنسبه تخيل انت يعني في شخص كثير بتحبيه وكثير بتحبي صوته، فالناس تشبهت له، فهذا الشيء بيكون منيح او لا؟ طبعا اكيد منيح. هلا بعدين معقول لبعدين تزعجك؟ هلا مش موضوع بلش الغرور و... لا لا مش موضوع تزعجني اكيد لا، بس هي الفكره انه لما انزل اغنيه بحب انه اكون عن جد الناس تعرف انه انا ادهم، بس هي الفكره. ولا انا بالعكس بتشرف ان يكون يشبهون صوتي لصوت وائل كفوري، انا بفتخر بهذا الشيء. توقعت نسخه منك تعمل لك كل هالضربه؟ بلكي كانت هي اللي يعني انه انا هون، يمكن اكثر غنيه قالت انه زيحوا من الدرب، في حدا فايت على الخط صوت كثير كبير. هلا الواحد بتامل، يعني احنا كل اغنيه بنعملها بنكون عن جد مطلعينها من قلبنا، الواحد بتامل يعني انه توصل لاكبر عدد من الناس وعن جد يعني يحسوا فيها. هلا كنا متوقعين بس مش لهالدرجه صراحه، يعني كنا متوقعين انه مثل اللي قبليها، يعني انه يعني زي ما حكيت لك انا بحب انه شوي شوي اطلع، يعني ما يعني كثير بفور بسرعه بهدى يوقع بسرعه، فانا انا حابب اني انا شوي شوي يعني انزل اغاني تكون عدل المسؤوليه اللي بيعطوني اياها الناس، وعن جد انه تكون فيها ذوق شوي، لما الناس تسمعها تحس انه في عمل فني، يعني مش بس اغنيه هيك. فحبيت اني انا شوي شوي، والحمد لله الاغنيه هاي يعني عملت شيء كثير حلو، وان شاء الله هلا عم نشتغل على هلا اصعب اللي بعدها. اكيد اصعب. أكيد. شو صار من بعدها؟ يعني نجوميه ادهم النابلسي شو؟ كتروا اكيد كتروا المحبين المعجبات صار كل شيء كل شيء. كبرت الخسه براسك ولا بعد؟ لا اكيد ما، اذا كبرت الخسه براسي ببطل اغني. طب قل لي شو صار؟ اللي صار انه بتعرفي لما تحسي انه يعني انا صار لي 3 سنين تقريبا، سنتين ونص، تعبنا كثير بهالسنتين ونص، فبتحسي انه في تدريج بالموضوع، بس توصلي لمرحله بيجي هي البيك، يعني خلص بتحسي انه هلا هلا انا حسيت انه انا عن جد اللي عملته مش على الفاضي، واللي راح اعمله راح يكون احسن واحسن، وانه حسيت بقيمه عن جد لما الناس يحكوا لك انه انا بحبك، بدون ما بده شيء منك، يعني ما بيجي شخص يحكي لي انا بحبك او انا
بحب اغانيك او 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 الشخص هذا ما بده مني شيء، يعني ما في حدا جابره انه يحكي لي هاي الكلمه، عن جد طالعه من قلبه، فهاي الكلمه عندي بتسوى كل شيء. يعني الأغنية نجحت ببلدك بالأردن، وأنت كمان أصل فلسطيني، يعني نجحت بفلسطين وبالأردن مثل ما نجحت بلبنان أكيد وين ما كان كمان؟ يعني أنا بصراحة ما كنت متوقع، يعني مثل ما أنت حكيتي، لأنه الواحد بيكون التارجت تبعه أغنية لبنانية بتكون بيروت لبنان، بس بالأردن سمعت يعني أصداء كتير حلوة وكتير انبسطت، حتى لأنه أنا بالأردن شوي إطلالاتي قليلة لانه دائما هون ببيروت، لانه مثل ما حكيت لك يعني الواحد هون بيروت، الواحد دائما بحب تكون انطلاقته من بيروت، صح؟ لانه بيروت يعني بلد الفن، بتحس اذا ما انطلقت من هون في شيء غلط. اكيد، لانه بدك بيس، يعني بدك بيس تكون قوي، وبالاردن عندنا يعني في بس بدهم شوي، يعني عرفتوا شو لازم، يعني في كثير ناس دعم بالنسبه للفنانين الاردنيين. يعني لمين قالت نسخه منك يعني؟ او بيقولوا كتير انه نص القصص اللي بغنيها ادهم عايشه لانه كتير رومانسي. هلا ما هي انا عشتهم بالماضي كله، عشتهم بالماضي. انت لحقت هلا بطلعهم عليكم؟ طب انت اللي لحقت جوز عمره 21 سنه، انت لحقت تعمل كل هالقصص من وانا صغير؟ انا شكلك حبيب من انت وصغير. بحكي لك انا يعني خلص، اذا بدي عن جد افوت بعلاقه مع اي شخص للعدم فيش مزح، ما في ابدا، وما بقدر اتخلى عن الشخص. انا مش من النوع اللي ابدا، يعني انا ممكن الشخص لو شو ما عمل فيه اسامحه، وهي شغله يمكن غلط ويمكن صح، يعني مع ناس بتكون غلط ومع ناس بتكون صح، في ناس بتستغل هاي الشغله. يعني يمكن لو انت طيب كثير معي بصير انا عارف خلاص مثلا ما راح تتركني، قلبك بيغلب عقلك. أيوة. يعني نسرين مثلا ما راح تتركني، انا بعمل هيك 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 هيك. كم حدا بيتغزل بعيونك؟ صوروا له عيونه كلوز، عيونه زرق واسنانه حلوين، شو كل شيء حلو. تسلميلي أنا كثير والله مبسوط فيك، أو أنا مبسوطة فيك. طب ليك ما بك تغني لنا؟ شو بدك أغني؟ أنت غني، أنا ما بقى أحكي خلص، هلأ أنا بقعد وأنت دخلت، ما بدون يعشونا يا مخرج، ما بدون يعشونا. أوكي حتى نبلش بنسخة منك. ليش بالحب كله بيمشي بالعكس، ما بتحس انه بيحس وبيتمنى، ليش القلب اللي بدك اياه وبس جواته غيرك شخص وما بده اياك، انا كيف بدي انساك انا عم دور بعيون الكل على اسخى منك، طب الاصل حتى فيها انساك. يا الله قلبي يا قلبي على هالغنية عن جد، يا منسجمة جدا. ما بدينا شفري لا ادهم، يعني كنت تقول بينك وبين حالك اوقات جايكم النهار شرفك لمين بالظبط؟ بلكي ليلي ما ايمنوا فيك، بلكي ليلي يعني بلكي لهالعراقيل اللي كانت، يعني اليوم الفنان تيثبت حاله كثير صعب. هلا كان عندك احساس جواني انه رح توصل بشيء؟ هلا اكيد في، يعني الواحد بحس انه في زي تحدي، بس الحمد لله مش كثير الناس اللي وقفوا بطريقي، يعني مش مثل ما كثير ناس بيقولوا مثلا انه في اي ناس كانوا ضد او لا، انا الحمد لله يعني يمكن نسبه كثير صغيره اللي كانوا مثلا حكيم مش رح توصل او 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 فالحمد لله، يعني كل شخص كان يعطيني امل بزياده، يعني اي شخص كان كنت اتعرف عليه. مين وقف حدك يعني من الوسط، من مين دعمك ماديا؟ نحن اليوم نعرف كمان مشكله الماديات مشكله عند الفنان. لا ماديا ما في دعم اكيد، انت من حالك لحالك اكيد، انا وفي اكيد في كثير وراء، يعني هلا الناس بتشوف الصوره النهائيه للعمل، بس اكيد في كثير ناس بتكون مش مبينه، مش 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 مبينه بالوجه، بس هي بتكون يمكن سبب كثير كبير انه عن جد هذا العمل ينجح. وانا بشكر لكل شخص بيشتغل معي، يعني في كثير شباب معي، واكيد الشاعر علي مولى والملحن رام الشافعي والموزع عمر صبار. رح تعيدوا سوا الشغل؟ اكيد، انا من اول معهم يعني وفي وفي بس وفي جدا، بس هالمره الضربه كانت بلكي كثير قويه. قد ايه دخلت ادهم بالكليب؟ بصراحة يعني بحس انه انت اللي هيك الرومانسي الكذا، الا ما حطيت منخارك.
هلا بصراحه اكيد انا بحب كل شيء احطه مخي. بصراحه الفيديو كليب حبينا انه يعني بتشوفي كثير فيديو كليبس بيكونوا كثير بيرفكت، كل شيء بالمحل بالشعر بكل شيء بيكون تمام. فهي بهذا الفيديو كليب حبينا نورجي انه مثل كانك هذا الشخص قد ايه هو حالته ميؤوس منها، يمكن هو زي كانك انت عم تلحقي وراه ان شاء الله بكاميرا موبايل، يمكن بتشوفي انه عن جد شو بصير معه وهو قاعد، شو حاسس. كثير الحيطان الوسخه، الابصر شو وسخ، الشوارع يعني مش كل شيء مثل يعني الدنيا مش جنه بالنهايه. عرفتي شو؟ ومرجي انه عن جد حبيت فرج الواقع اذا بدك لحدا يعني مجروح او زعلان. اكيد لانه خلص مش راح يكون كثير مهمل، يعني مش راح يكون مرتب كثير وشعره مرتب فحبينا والحمد لله. في ناس هلا حبت كثير، في ناس انتقدت لانه هو يعني مش مثل المتعودين عليه. ايه مش مثل ما يعني مش طالع انا ببدله وبغني. عرفتي شو قصدي؟ بس كان فيك تكسب يعني نجاح الاغنيه تطلع هيك انه لا ما كان. لا ما بدي، لانه انا بالنهايه احكي لك شو حبيت اني انا اجرب اني انا عن جد امثل هاي الحاله، اشوف عن جد هل انا قادر او مش قادر، اشوف اذا رح تزبط معي ورح تزبط الناس رح تحب او لا. وخصوصا انه يمكن اول عمل لي مصور هلا اكيد. ليه لهلا لا صورت لهلا لجمعت مصاري؟ لا مش مكلفنا ايش الفيديو كليب. مش مكلف كيف؟ شو لك؟ على خفيف يعني؟ ما بحكي لك احنا حبينا يكون يعني كثير قريب للواقع يعني مش بس ليه لهلا لا صورت؟ ليه لهلا لا صورت؟ بصراحة احكي لك شغلة، هي مشكلة الستوري بورد، كانت كل اغنية كنت احب اني انا اصورها فيديو كليب، بس الستوري بورد ما كانت تيجي بصراحة مثل ما انا بدي. هالقدني فبالنهايه ليه صورنا هاي الفيديو كليب؟ ليه؟ لانه قصه صارت مع شخص بنعرف بدناش نحكي اسمه. ايه لك لا احكي هلا لا بنحكي اسمه. ايه مالك رامي عم بيقول احكي رامي. هو رامي قصه رامي شو نسخه منك يعني؟ ايه هي قصه الفيديو كليب تقريبا يعني قصته. اوكي. وحبينا انه خلص يعني اللي بناتنا عن جد هيك نحاول نترجمه برافو من هيك يمكن صدقناها عن جد ممكن. فعشان هيك انه حسينا انه ما بدنا ستوري بورد، لا خلص شو صار هيك هيك هيك. مين هنيك يا ادهم؟ كل اللي بحبوني الحمد لله. لا غير يعني مين الناس بنعرفهم فنانين موجودين يعني قالوا لك برافو؟ لانه اليوم كمان يعني كلمه من هالكبار بتشجعك بتحسسك انه اكيد. هلا اللي بخافوا على حالهم يمكن ما راح يهنوك. لا الحمد لله كثير كثير فنانين هنوني. اكثر كلمه اثرت فيك من مين؟ هلا بدك انا اتذكر. هلا هون المشكله وائل حكيك؟ وائل كفوري اكيد. شو قال لك؟ مثل دائما يعني بحكي انه الحمد لله يعني عم تعمل يعني عم بعمل إشي اللي هو كان عن جد شايفه فيه من اول لما خيب ظنه 100%. والحمد لله ان شاء الله ما اكون خيب ظنه ان شاء الله. ان شاء الله مكملين يا رب. طيب شو بدنا نغني له لوائل؟ شو بتحب له لوائل؟ انت اللي بدك اياه هيك قل لي شيء بتحبه. كثير بحب اغني لوائل، بغني صفحه وطويطه مثلا. صفحه وطويطه ايه شيء هيك هادي. صفحه وطويطه من عمري ورميتها يا خسارة حبيتها وما بتستاهل حب بندم على الماضي أحب مش عادي شو راح على الفاضي دقت من هالقلب كل شي انتهى وصعب علي كانت عيني تصفي غريب وينتهي كل اللي كان لكن انا تعبت وما في ضحي لهي وهي ما تعطي بالهوى لحظة أمان. الله يا أدهم على هالصوت وعلى هالبحة. رح نطلع بريك لنبلش العشاء. خلينا نقول إنه نحن بتايتانيك بأوتيل رويال دبي، بنشكرهم على الاستضافة الحلوة. رح نطلع بريك أول وبرجع بتابع مع أدهم النابلسي بعد الإعلان. حبيبي ندهلي جيت بلا سؤال Oh, 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 oh,
تخبرك شيء، انت بتخبرنا. بدك انا خبرية. انا ما بقى راح احكي. ليه بدك تغني اليوم؟ ما تعرف العالم بس تشوفك ما حدا بده يسمعوك عم بتغني. هل قد بتمرن صوتك؟ يعني بغني كثير كل بس انه تمرين تغني تحت الدوش مثلا يعني بس انه مش كثير لانه صوتي عالي، ف ممكن كل اللي عندنا القريبين منا بسمعوني يعني اذا بغني. شو بتغني لمرتك؟ اغني لها؟ لا ايه غني دغري. قل لي شو بتغني لها هي؟ شو بتحب صوتك هي؟ كل شيء يعني بتحب اي شيء بس بنغني اغنيه. يلا يلا قل لي شو بتقول لها. وانا بين ايديك تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني والوقت فات وياك سواني قربني ليك سيبني اعيش احساسي بيك بتحدى العالم كله وانا وياك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. الله شو هالصوت الحلو ادهم، بس ما بتغني غير قصص رومانسيه وهيك كلها نكد يعني. هو مش ما بغني، بغني هلا بغني كل شيء بس هو اللي يعني اللي انا بحسه. فهمت شو يعني؟ بحس بتلاقي حالك بهيدا اللون وبس يعني رايق. عرفت شو احلى بحس. طب ليك بتعرف تغني هيك غنيه سريعه طقطوقه يعني؟ شو طقطوقه يعني؟ انه عندنا بلبنان بيقولوا طقطوقه غنيه ما بتكون كتير يعني بتشغل الراس يعني بتكون بس تكون مهضومه. اكيد حافظ شيء مثلا؟ مثلا غنيه حسين الديك كسرت الدنيا. اي واحدة بدها؟ في كثير والله، كل اغاني كسرت الدنيا. بتعرفهم؟ غني واحدة بتحبها. هلا احكي لك انا مش كثير. لما بضمك على صديري مثلا بتعرفها؟ اكيد بتعرفها، كل الفنانين اعترفوا فيها اخر شيء. في غني اللي بدك على الديك مثلا، كل آل الديك فيك تغني لهم اي شغله. يلا اوكي بنجرب، مع انه مش انا يعني بس يلا. انا بدي طلعك من انت. لما بضمك عصداري شو بحس الدنيا صغيرة حاسس حالي ملكت الكون وما في بالعالم غيري. الله والله وما شاء الله ما في بحالك والله عمري بحالك. مش حافظ مضبوط انا. حافظ شي لهيفا؟ مثل شو؟ انا هيفا انا يعني. انا ادهم انا. لا عن جد اليوم على الاخر يعني. اليوم بتنتهي مسيرتك ادهم. لا بالعكس عبيلي طلعت من حالك. طب شيء ثاني يعني؟ ما مش حاسس شيء لهيفا؟ عم بتصعبيها كثير. طب يعني. لا إليسا شو بتغني لها؟ إليسا مصرة يعني انت خلص بدك. هلا عندي ليستا، عندي ليستا بدي اسمع. يلا طيب اوكي يلا غني لي شيء لإليسا. عبالي حبيب عبالي حبيب غمرك ما اتركك اسرقك ما رجعك احبسك ما طلعك من قلبي ولا يوم اخطف لك نظراتك ضحكاتك حركاتك اعلقن بغرفتي نيمن عفرشتي احلمن بغفوتي تيحلى بعين النوم عبالي حبيبي ليلة البس لك الأبيض وصير ملكك والدنيا تشاد وجيب منك انت طفلك انت مثلك انت عبالي حبيبي
جد الله. أدهم في غنية قلت يا ريتها لإلي؟ كثيرة. قل لي وحدة وقل لي إياها مغنيت يعني ما تخبرني. كثيرة يعني فيك بصراحة. ما بقى تحكي أصلاً إذا بدك. أغنية تكون إلي. هلا في كثير احكي لك اذا بدنا احكي لك اغاني بتمنى تكون عليه في كثير يعني. بس في غنية كثير بس في اغنيه هلا مش اللي راح احكي لك اياها مش هي الاغنيه اللي كثير بس في اغنيه هلا اجت على بالي يعني ايه بحبها يعني شي. هي لزياد برجي اسمها انا مش مجنون. اوكي بحبها كثير هي من الاغاني اللي حبيت انها تكون نزلت هلا من فتره من سنه سنتين تقريبا. اوكي اللي بتقول انا مش مجنون ترجع لك او حن لك او اغلط شي مره واقول لك تعي نرجع انا مش رح كون لعب بايدك انا ما بريدك ندمك هلا ما بفيدك شو بينفع ما برجع للي زل وفل انا عم شوفك مثل الكل على شو قولك ممكن ضل او اسمع ما برجع للي زل وفل انا عم شوفك مثل الكل على شو قولك ممكن ضل او اسمع انا مش مجنون. كل اغاني فيهم حزن فيهم تركة فيهم هيدا يعني اي شيء هذه. هلا في اغاني كثير بحبها كمان سريعة بحب تكون الي في كثير. طيب قل لي شيء كثير سريع كشي بيت صدمتيني يعني صدمت. انت ايجي بحكي لك اياه بتحكي طب هل كان عم بكذب ما بتحمل التحدي اليوم. اغنية سريعة سكرت خلص. ليك مين صوته ابدا ما بشبه صوتك ابدا؟ ايه يعني بتحسه كثير بعيد خامه صوته عن خامه صوتك يعني هم عموما اي شخص يعني بغني الستيل الثاني مثل مين يعني مثلا حسين الديك اللي هو الستيل هذا اللي هو كثير سريع بعيد اكيد عن صوتي يعني. وصوتي ما قلت غني غنيه سريعه بتحس؟ لا غنيت. هلا احكي لك شغله على اول كم اغنيه عملتهم انا هاديا فالناس صاروا يحكوا انه ادهم بس بغني حزين بس قلت اوكي عملت اغنيه سريعه غنيت حبوها الناس بس مش مثل الاغاني الثانيه عرفت شو قصدي خلص بحبوا هذاك ورجعنا انا نسخه منك حسينا انه الناس بدها يعني الناس اذا بدها تزعل اللي بحكي لك ما بدي اسال لا في بارت من كل واحد بحب انه حتى لما يكون لحاله حتى لو طول اليوم بحب انه يكون برقص وهيك بس في جزء من حياته اكيد بده يكون مع حاله بده يسمع اغاني بتعرف غنية رامي قوم يلا نرقص اكيد بس مش حافظها كثير انا بغنيها معك يا هلا عصرت الرقص ايه يلا نرقص خلي الدنيا ترقص معنا انا قلبي طاير بهواك حتى القمر لو بده ينزل يسهر معنا ما بدي هوي انا بدي اياك انا بدي جن علي الموسيقى علي كمان حملني بايديك وعلي طفي هالضوء اللي شو بدك اللي رأس بلدي قوي جدا بمين تأثرت أدهم؟ يعني هيك أول طلعتك مين هن هيك الفنانين يلي شكلوا هيك ميموار في كثير رح تستغرب إذا بحكي لك مين فيني أنا أول ما كنت أغني لإيهاب توفيق إيهاب توفيق؟ وتامر عاشور إذا بتعرف تامر عاشور إيه بعرفه أكيد محمد فؤاد وائل كفوري اكيد طبعا بس هو اللي سميتهم بغنوا غير لون يعني مصري ما بحكي لك انا يعني من اول يمكن اول ما فؤاد في عنده غنيه طاق شيء هيك انا بتعرف شو اول مره يعني حدا بيحكي لي انه صوتك حلو كانت والدتي كنت انا وياها داخل على البيت طبعا هي قال ايمنت فيك كثير اكيد انا يعني والدتي هي يعني كل شيء بحياتي بصراحه يعني انا يعني من وانا صغير لهلا يعني بنبسط لما اشوفها عن جد هي فخوره فيه مبسوطه فيك اكيد كثير اكيد انا كثير مبسوط انه هي عم بتشوف انه عن جد انه انا مثل ما هي بدها اكيد تاثرت يعني بايهاب توفيق شو كنت تغني لا كثير مش هلا مش موضوع تاثرت كثير كنت اغني يعني مثلا الاغنيه هلا كله بؤس حزن انا راح يصير كآبة اليوم بعد عيد الحب هلا كله يا حبيبي يا تارك ما في حل يعني في ايهاب توفيق قل لي شو بتحب عم جرب اتذكرها شو هي هلا انا اللي غنيتها
هاي كنت داخل على البيت هيك صدفة. باتي ليه مش هاي؟ مش لا واحدة تانية. هي أنا ليه ما كنش على الجراح قادر واكسر بإيدي كسرتي ويأسي وارمي الهموم المر على الآخر واعمل أنا بنفسي حساب نفسي واهرب من طريقي وأحزاني وارحل أنا وقلبي اللي بيعاني. أنا يا ما شربت مرار الصبر أنا يا ما كتير بتاخر زي هيك يعني. الله الله. كنت داخل فأمي بتحكي لي إنه صوتك حلو فأنا كنت بستحي يعني بالصدفة أنا بالغلط كنت بغني. تستحي تغني قدامه؟ كثير كثير كنت يعني صغير ما كان حدا بيعرف إني بغني حتى أنا ما كنت بعرف إني أنا ممكن أغني. فوقتها حكيت إنه صوتك حلو حسيت إنه يلا شوي شوي صرت إنه أكسر الخوف وأغني قدام أصحابي وقدام ومشيت. ومشيت وهلأ لهلأ كله دعمك يعني أمك كذا مثلا نجاحك قدي كلهم فخورين فيها؟ أكيد كثير يعني أمي بصراحة يعني أكثر شخص أنا مبسوط إنه هو أكثر شخص. أقل حلمه صوته حلو يقال خيك رامي عندك خي صوته كتير قال بعد أحلى منك معقولة بشك أنا بعد في الصوت لا أحلى. لا رامي صوته حلو بجنن كمان من زمان كان يغني هو بس بطل بده بعدين يوم تنبسط إنه أنت اللي خسرت بإكس فاكتور ظهرت ولكن واللي ربح يعني ما نجم ضربة حظ ولا كل واحد بياخد نصيبه؟ لا هي أكيد مش ضربة حظ الواحد يعني هي في مشكله بصير بالبرامج انه الشخص بس يطلع من البروجرام بفكر انه خلاص انه كل الدنيا حلوه والناس خلاص حتضلها تحبه بس هو بالنهايه لا لما يطلع الواحد هاي اول خطوه مشان تفكر شو بدك تعمل صح. فبالنسبه لي هو كل شخص بده ينجح بعد ما يطلع او من برنامج مثل هي الاستمراريه هي الصعبه انه خلاص بده عن جد بده يشتغل على حاله عن جد بده ينقي اغاني بده يعني يكمل الطريق هي مش بس قد ايش صعب الفن لشاب مثلك صغير يعني انت كثير صعب منك مدعوك والجو الفني صعب يعني بده هلا كل الناس بتفكر انه الفن يمكن اسهل ايه شغله بقول لك شو بطلع بغني ساعتين وفهمتي شو بس يمكن هي من اصعب لانه بتاثر على نفسيتك بحياتك يعني مش طبيعي يعني بدك تتعبي عن جد بدك عن جد تكوني ورا كل شيء بدك تفكري بدك مش بس تاخدي وخلص لا بدك تبتكري بدك عن جد تشوفي عن جد شو الناس بدها كيف بدك تلاقي حالك يعني في كتير شغلات فصعبة أكيد صعبة بس نفس الوقت حلوة حلوة أكيد هو حلو النجاح بس لكن الفنان عايش على طول هيدا الهم هالمسؤولية إنه ينجح يكفي بدي كمان إيه شو اللي جاية عصوت مين بتوع الصباح هلا ولا زمان لا في زمان شيء وهلا شيء لا هلا مرتي وأمي زمان كانت أمي وعوك يعني أكيد أنا ما أنا يعني مستحيل أصحى لحالي عيط ولا مش لا بتحب النوم يعني كتير أنا ما بحب أنام وبس أنام ما بحب أصحى يعني بتأخر لأنام وبتأخر لأصحى وبس متى نمت ما بقى فيك توعى خلص مستحيل يعني مستحيل يعني في فيديوهات عندي يعني مصيبة صحوني وبصور بعمل عجايب بصير أحكي معك حكي غريب بتكوبيس؟ لا مش بس بتحكي معي بسعر بصير انه وانا نايم ماشي اذا بدنا نبعت صوره عربيك هلا لمين بنبعتها؟ انت بدك تبعتيها انت احكي لي لمين نبعتها لا انت قل لي انه انت لمين على بالك نبعت صوره انا وياك؟ لكل الناس انت على البكلي بشو؟ بتعرف شو يعني على البكلي على اللبناني؟ لا على البكلي يعني حدا هيك كثير جد دغري ما بحب الغلط بالحب بالحب كتير رومانسي كتير كتير يعني مش انه نتبه انه كتير يعني عم نشرشر حب اليوم بالحب انه اهم مش انا بالنسبة لي لانه خلاص هو الاشي الوحيد اللي عن جد صادق بالحياة يعني. بتحب يكون عندك ولد قريبا اكيد قريبا يعني شوي انه مأجلين مشروع الله يرد بس مثل ما الله بريد طبعا أكيد. ايه ما ليه لا تثبت حالك اكتر ليه انه احس حالي خلاص انا عن جد قادر هلأ يعني انه بالنهاية ما بدي انا يعني بتعرف الفن مش مثل اي مجال يعني مش انا بظني كل يوم موجود ايه ما في يعني ما في بدي لما بدي اخذ هذا القرار بدي اكون عن جد مفكر بكل شيء بالضبط يعني لسه يعني ما مش 100% بس اكيد يعني زي ما انت حكيت اللي من الله منيح يعني انا بتمنى اكيد اذا بدك توجه التحيه اليوم للفنان راغب علامه باغنيه من اغنياته شو بتغني له في كثير اغاني بدك هذه ولا شو عشان لا انت لا مش هذه ما بدي هذه هلا في اغنيه كثير بغنيها انا قلبي عاشقها كثير قلبي عاشقها هي احلى اغنيه يعني بس بغنيها انا وياك ايه بغنيها انا يا. يعني
افكر احترف الغن انه الغنى هيك انه طب يلا بلش إيه انا بس ما غنيت لا بستحي لا 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 انت بدك عم بمزح لا لا اكيد قدام صوتك بابو بدي لازم اقوم اتخبى ما بدنا نغني انا وياك ايه بسيرك انا يلا يلا انت بلش قلبي عاشقها والعيون هويتها واهلها ما يرضون وانا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها ارحل يا حبيبي حبيبي اهلي ما يرضوا الله 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 طب شو بتغني لفيروز ما تقلي ما انا لحبيبي وحبيبي ايدي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا انا لحبيبي حبيبي لي حبيبي ندهلي جيت بلا سؤال من نومي سرقني من راحة البال حبيبي ندهني جيت بلا سؤال من نومي سرقني من راحة البال أنا على دربه ودربه على الجمال ويا شمس المحبة حكايتنا غزلي أدهم أنت حدا كتير خجول إيه؟ يعني انه عم تتحمل هلا شوي عم بتصير هيدا بس يعني عم نحاول يعني بس بالغنى ابدا مش خجول يعني هلا هو كل وقت عم بغني عم بيطلع فيه انا مستحيل يعني بفكر قوم يعني بس لا فعلا انه يعني هالقد صرت مرتاح مع حالك انه بنحاول يعني ها عم بطلع شوي شوي انه صوتك مقبول انت ما كثير بتنغر يعني بدنا نبلش نختم اللقاء انا عارف الناس يعني مبسوطه كثير بصوتك وانا كثير يعني فعلا كل ما بسمعك بحس سبحان الله يعني عاطي كل النعم بهالصوت الحلو عطينا سكوب هيك شو في ورا نسخه منك نسخه في ورا نسخه منك سكوب يعني الشهر الجاي الشهر الجاي في شيء كثير حلو كثير قوي يعني مفروض يكون كثير حلو مش ايه. كثير بس كثير كثير يكون حلو في يعني انا لو مختارين بالضبط كان حكيت لك هلا بس ما فينا نقول بعد يعني لا لا في عندنا اكثر من اغنيه وعم نشوف هلا انا موجود ببيروت مشان نشوف موضوع الاغنيه هلا ان شاء الله نخلصها قريبا وتنزل ان شاء الله يعني الشهر الجاي ان شاء الله يا رب كمان بتشوف النجاح ليك على فكره انا حدا كثير بحب صوت وائل جسار وانا كمان شو عبيلي اسمع شيء بصوتك لا في شيء محدد ولا لا بدك يا انت ما بدي انه هالقد انا ازعجك يا ما خبيت بعيني دمعي وهم الساكن فيه وما خليك تحس علي ودويك وقلبي موجوع ما خليك تحس علي ودويك وقلبي موجوع إذا كنت بعذاب راضي وجاي تترجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني إذا شايفني مش عم ببكي ليش انت خليت دموع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع اذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع الله 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 ادهم اهلا وسهلا فيك نحن هون بالرويال بدنا نشكرهم يعني على هالاستضافه الحلوه وانا مبسوط فيك كثير وانا مبسوط فيك كمان كثير قال انه ما لازم نختم غير بغنيه لك بشكر الله على هالفرصه ولو كنت حياتي غلطه ما في
انكر او انسى لحظة عشناها سوا هيدينا عام من السماء ان عرفتك انا يلي وجودك بحياتي والسم هو الدواء. طيب شهيت العالم الليلة يحبه يعني، واللي تارك صاحبته روح يصلحها ما في مجال. أدهم النابلسي هيدي ايد على البكلة، لأنه أنت فعلا على البكلة بهالصوت، وفعلا الساحة الفنية على فكرة يا أدهم ما بعرف إذا بتعرف، يعني نحن دايما هيك الصحافة بنحكي مع الفنانين الكبار إنه الساحة ما عم تقدر تنتج أصوات، أو يعني في أصوات ولكن ما عم بيلاقوا فرصهم. بتصور أنت يعني من هلأ البوادر يلي بلش ياخد فرصته عبر شاشة الجديد وعلى البكلة، بدعي كل الإعلام عن جد يعني مجبورين نحن ندعم هيك صوت وهيك موهبة كبيرة. مرسي أنه كنت معنا ليلة عيد الحب، بكلت لنا السهرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لك، انبسطت كثير بوجودك، وإن شاء الله كل سنة تكونوا مبسوطين هيك، وكل عام وانتم بخير، كل شخص عن جد يكون مع الشخص اللي هو بحبه ومبسوط معه، نضلنا هيك دائما يا رب. أهلا وسهلا، طفي الشمعات وتمنى. يلا ها ميك قويش بقلبي بس ها؟ ايه بقلبك؟ لا على العالي ولا ما زال هيك على العالي. نعمل على البكلة للكاميرا. طفي الشمعات. خلص تمام مشي الحال. شو تمنيت؟ تمنيت انه عن جد خلص يعني ما يجي زعل كثير بحياتي، وعن جد اكون مع الناس اللي انا بحبهم وبيخافوا علي، وعن جد اعيش الحياة اللي انا بتمناها. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. الى اللقاء، ورح تابع انا مع ادهم اكيد مفل. الله وفل، بنكفي اكل هلا، بنكفي اكل لكن رح ودع الناس، واكيد انا مكفيه مع ادهم، بدنا نكفي عشانها. الى اللقاء. بنهايه حلقتنا بدي احيي كل اللي تابعونا، الاسبوع المقبل حلقه جديده من على البكلي، تضلوا بخير.